وباتريك اونوف وكرة بالراس وجول التعادل. جويل كوجو يسجل التعادل. اللاعب اللي تحرك بشكل جيد خلال الشوط الأول وهدف هنا يأتي لمصلحة كيرغستان عن طريق جويل كوجو قادر على التسجيل. وكرة ملعوبة للأمام وتوصل لصالح منتخب كيرغستان. كرة تتهيأ مرة ثانية. تسديدة قوية ممتازة صراحة. هاي يحاول يمون يرسل كرة في مكان جميل. الكرة ملعوبة جول لكن بتمر. الله يا محسن راح العياي مرة ثانية يرسل كرة للأمام لكن عرضية ملعوبة عمان وفيها مرور. الله الله لو صلاح معاه كرة. صلاح معاه تقدم وصلاح يصوب وتسديدة وين للخلف. توصل عبد الله فواز ويرسل كرة للأمام لكن كرة ويمر من الثاني ويرسل كرة في مكان جميل. جول ثاني. الله يا صلاح. الله على كرة ماضية عبد الله مشرفي. كان ممكن يدي مرة ثانية من المسدد. الله يا توفوتيف ياهو حارس مرمى يصد كورة وأكثر من كورة وأكثر من لعبة لعبها بشكل جمالي أحمدي. وكرة هيئت التسديدة حلوة جميلة أرمعها على المستوى القوة البدنية الكبير. عمان يجب أن تسجل يجب أن تسجل في هذه الكورة. فيها مرور. الكرات العرضية ملعوبة للأمام. عودة منتخب عمان لمستويات الجميلة لجميل أحمدي يحاول يمر جدا خطيرة 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 خطيرة. إبراهيم الطير جويل كوجو يرسل كرة في مكان خطير. يا خطير الكرة. موسبيكوف فرحات موسبيكوف. كرة ملعوبة للأمام تتهيأ بالراس. كرة ملعوبة للأمام وكرة فيها تقدم الآن موجود. أوه جويل كوجو جويل كوجو يصعب المهمة يصعب المهمة على برانكو إيفانكوفيتش. كرة بتمر فيها خطأ. معاه كرة صلاح معاه كرة صلاح ينتظر الآن التسديدة. توكاشيف حضر في هذه اللقطة.